وساب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. تستكمل كاثي غاي تقول في فترة المشي على خطة التوازن ما هي تقلل من الكحول إلى الدرجة العظمى، فتبعت عدة استراتيجيات. استراتيجية الأولى مثلا تقول الاستراتيجية الأولى أنها بدلا من أن تشتري قنينة نبيذ، لأنها اشترت قنينة نبيذ ستشرب قنينة نبيذ، فقامت تشتري القنينات الصغيرة جدا حتى تحد من شربها وأدمانها. تقول هذا الأمر نفع لفترة معينة ثم لم يعد ينفع. استراتيجية الثانية تقول أصبحت وجدت أني إن ذهبت إلى النادي بعد العمل، فأني هنا يعني أكون على أهبة الاستعداد والنشاط قبل أن أرجع إلى المنزل، لأن إن رجعت إلى المنزل فإن الله أكبر الله أكبر فإني سأفتح قنينة وأقوم بشربها. تقول هذا أيضا هذا الأمر نفع لفترة ثم شعرت بأني أحتاج إلى مكافأة، طبعا المكافأة كانت الكحول وفشلت. أيضا تقول منعت الذهاب إلى الحفلات ذات المشروبات المجانية، خصوصا يعني في الغرب يتم وضع ساعات أو أيام أو حفلات الكحول فيها مجانية للنساء فقط حتى يشجعونهن على الذهاب إلى هذا الحفل أو هذا البار أو هذا الكلوب، لأن حتى في الغرب يعني ريشو أو معدل النساء مقابل الرجال في البارات في الديسكوات فيما ذلك يميل إلى أن يكون الرجال أكثر بكثير من النساء. في البارات طبعا تقريبا نقول يمكن 90% أو أكثر، لكن فهم يريدون يعلمون أن الرجال سيأتون حينما يكون هناك معدل مناسب من النساء. طبعا يعني يختلف على حسب شهرة المكان، و بعض المرات يعني تذهب مع أصدقاء مع أصدقاء الرجال أو أيًا كان. عموما فتقول يعني قلت أن حتى أمنع نفسي من الشرب الكثير، أمنع نفسي من الذهاب إلى الحفلات مجانية الكحول، تقول لم ينفع هذا الشيء. تقول اتبعت استراتيجية أن تحدد لنفسها في يومياتها مذكراتها ثلاثة أيام فقط من ثلاثة ليالي تسمح فيها بتناول الكحول. تقول هذا الموضوع لم ينفع بتاتا. تقول أن حينما لا أذهب ولا أتناول المشروب في الليل أشعر بالحرمان الشديد من المشروب وأدخل في دائرة التفكير بأني أنا لا أشرب، علي أن لا أشرب، وأنا الآن أريد أن أشرب. هذا لأن العقل ما زال متعودا على هذا الموضوع. مثل المنتكس يعني وتجده
سائر على مسير رائع، على إنجاز عظيم بالتعافي. مجرد ما أنه يسقط أو يزل زلة بسيطة خلاص لا يستطيع أن يشلع ويخلع نفسه مرة أخرى. لماذا؟ لأنه دخل في الأدكشن سايكل. الأدكشن سايكل، فيبدأ يفكر دوما بالموضوع لأنه هو يشعر تفسيري للموضوع الذي أنه يشعر بأثناء تعاطي الجرعة الإدمانية بدوبامين مرتفع جدا. فحينما أول ما يتركها يشعر بهبوط حاد جدا بالدوبامين والأمور هذه الأخرى، يعني مجموعة، هم قالوا مجموعة خلطة من الكيميائيات. حتى يصلح هذا الهبوط عقله تلقائيا يدفعه إلى الرجوع إلى هذه الجرعة الإدمانية، صح؟ فعليه أن أنه يخلع نفسه ويكسر دائرة الإدمان. نعم. تقول اتبعت طريقة تقوم بحساب كمية الكحول التي تتناولها كل أسبوع، فاتبعت طريقة أو حسبة جلامر أو مع ذكرت، هو بأن الخبراء قالوا بأن 30 يونتس أو 30 وحدة من الكحول أو تقريبا 3 زجاجات بالأسبوع ستكون يعني آمنة الاستخدام الصحي. تقول لم تستطع، يعني بدأت تلاحظ تراقب استهلاكها للكحول، لم تستطع، بدأت تشرب 30 ثم 60 ثم أكثر. لم كل ما يعني دفعت فيه هذه المذكرة أنها فقط أصبحت مذكرة تقريع للنفس ولوم. ماذا دهرك يا أيتها الحمقى؟ إلى متى تريدين أن تشربي؟ ستقتلين نفسك في النهاية. وما ولماذا أنت سيئة إلى هذا الحد؟ ما هذا وهل خبلت؟ يعني هذه فقط تقول أنها فقط إلى أن أصبحت مكتئبة. فهذا يعني هذه الطريقة غير نافعة، أنك فقط كل ما تفعله هو أنك تقرع نفسك. لذلك إحنا قلنا يعني عندكم جماعة وعي، أقول لكم أن انتكست لا تقرع نفسك كثيرا. خلاص من تاب تاب الله عليه، الحمد لله. إحنا عندنا نظام بالإسلام، التوبة تجب ما قبلها، والله يقبل توبة العبد مجرد أن يندم ويستغفر ويعزم أنه لن يعود. الله سبحانه وتعالى مباشرة بإذن الله يغفر له ويتوب عليه. فلا يجعل الشيطان له مدخل ويقنط ويحتقر نفسه عموما. يعني هذه الطريقة، إن أنت دخلت في دائرة الاكتئاب ستعمق عندك الإدمان، فما عليك أن تفعله هو أنك أنت تعرف كيف وقعت، أين وقعت، ما الدرس المستفاد، لتعزم أنك تتجنب ذلك في المرة القادمة، وأن تخزي الشيطان ويكون عندك أمل مرتفع. وأيضا في هذا رد على الذين يقولون فقط تناول، فقط قم بالعادة السرية مرة واحدة في الأسبوع. يعني أقول لك، لماذا أنت تقوم ب يعني تضخيم الموضوع ومحاربة العادة السرية وعمل قناة كاملة عن هذا الموضوع؟ فقط إن أنت كانت عندك مشكلة في العادة السرية، فقط حدها بأن مرة واحدة تقوم فيها بالأسبوع. لا والله، تصدق أول مرة يخطر على بالي هالحل،
صدق يعني اول مره يجي ببالي هذا الموضوع، يعني ما اعرف، هي خلت نفس هذا الكلام عن من كانوا ينصحون بالتقليل من الكحول، يعني ما هذا الاقتراح الغبي، يعني اكيد الشخص هذا فعل هذا فعل هذه الطريقه، هو اساسا يقول لك انا عندي مشكله لانه هو لا يستطيع ان يطبق هذه الطريقه، يعني ما هو الادمان، هو لا يستطيع ان يتحكم بنفسه ويتوقف او يحد او هذه الطريقه قد تنفع عدد قليل من الناس الذي لم يدمن، لكن هذه مو خطورة كالذي مثلا يدخن سيجارة واحدة في الأسبوع أو يشرب مثلا قدح واحد في الأسبوع، خطورة لأنه قد تؤدي للإدمان، وفي غنى عنها، يعني خصوصا أنه هو من حافظ على جسده الصحي وذهنه الصحي وأزال هذه الأمور من باله تماما، فهذا أفضل له كثيرا، يعني مع نفس الشيء. تقول أيضا تبع طريقة أنها كانت يعني مدمنة على النبيذ الأحمر، كانت لا تحب النبيذ الأبيض، فقالت خلاص سأقطع النبيذ الأحمر، سأنتقل للنبيذ الأبيض، والنبيذ الأبيض لأنه طعمه مر، فمن السهل أني أقوم بتخفيض استهلاكي له. تقول لم ينفع الموضوع، وقعت في إدمان النبيذ الأبيض. فأنا نفس الشيء ممكن تطبقه على الإباحية، لا تقول والله مثلا سأترك مثلا الأفلام، فقط أكون فاضع على الصور مثلا، أو مثلا سأترك الإباحية أتم على العادة السرية، أو مثلا سأترك يعني ربما هذه الطريقة تفهم بعض الناس، لا أدري، لكن كثير من المدمنين لا تفهم هذه الطريقة، يعني هذه الكاتبة وأيضا أنا في السابق تبعت قريبا هذه الطرق مع الإباحية، لم ينفع الموضوع لأن أنت تريد الفكس، يسمونه الأجانب، يعني تصليحة المزاج، فأنت ستصلح مزاجك بأي شيء يعطى إليك، فإن كان متوفر لك شيء فأنت ستكيف عقلك لكي يعني تحصل على الجرعة هذه، لأن المشكلة ليست مشكلة في قلنا إحنا، يعني ليست مشكلة فيما يقدم إليك بقدر ما هو أن أنت تريد أن تحصل على جوعة من الدوبامين هذا، لا أعرف، يعني الموضوع يحتاج إلى المزيد من البحث في هذه النقطة، يعني خصوصا الموضوع، يعني أنا يعني وفق خبرتي من العادة السرية أقل ضررا مليون مرة من الإباحية، لكن هناك ناس يعانون من آثار وأضرار كبيرة فقط مع العادة السرية، لأن الموضوع لا كما قلت في السابق لا أذكره، لكن باختصار أنه الموضوع ليس موضوع إباحية، ليس عادة سرية، ليس كحول، ليس كذا، الموضوع هو دوبامين يدمن عليه الدماغ ويحطم حياتك بهذه الطريقة، هذا هو كل هذا الموضوع باختصار. تقول تبع طريقة أني أكتب نوتة إلى نفسي أو مذكرة أضعها في جيبي، أذكر نفسي دوما بها بالمقدار الذي يجب أن ألتزم به ولا أزيد عليه. فتقول أصبح الموضوع هو في كل مرة أقول المرة القادمة علي أن أحد من هذا الشيء، المرة القادمة أحد من، المرة القادمة لا تفعل هذا الشيء، المرة القادمة فقط هذا الشيء. تقول هذا يعني المدمن لا تنفع مع هذه الطرق في الحقيقة، نفس الشيء مع مدمن الإباحية، دائما يقول المرة القادمة المرة القادمة المرة القادمة، ولا كم يمكن تريليون مرة قادمة. تقول يعني أنا كنت أحلم أو أتصور بأني سأقوم بنفس ما في الأفلام الكلاسيكية، بأني في الوقت هذا سأغادر مثلا في الساعة 11 مثلا، وسأخذ تاكسي، و يكون الموضوع جميل وما ذلك. طبعا هذا الموضوع لم يتم أبدا، دائما تنسى وتفقد نفسها. تقول
في باب لما التوسط في الاستخدام لا يعمل. طبعا كلام كثير، لكن ما قالته ان نقلت عن احد خبراء نفسيين ان المدمن يرى صورته الذاتية في الإدمان. فمثلا المدمن الإباحية يرى نفسه أن أنا الشهواني الكبير العظيم، أنا اللي شهوتي كذا كذا، أنا اللي أقوم ب كذا وكذا. أيضا في مدمن الكحول مثلا، هي نفسها كانت تقول أن أنا كنت أعتبر نفسي البنت المسلية التي تقفز في وسط البست وتقوم بالرقص، والمنفتحة التي تعيش يعني بصخب. فالموضوع له تعلق بالصورة الذاتية، فحينما تغير صورتك الذاتية فإن هذا الشيء يساعد جداً في تخلصك من الإدمان. مثلا يعني من قال انك يجب ان تكون دائما الشهواني العظيم الذي دائما يعني يجب ان لا يفوت اي فرصة من اجل الاستمتاع في نكح يده او بالاستمتاع الذي يظن انه هو جنسي او انه هو الشخص الذي يعني يقوم ب تحليل الموضوع، أو أنه هو الذي يعني شهوته متأججة، وعلى ذلك الشخص الذي لا يعني لا يبقى مدة طويلة من غير جنس. يعني في هناك أو كثير من المدمنين عنده هذا القناعة الصورة عن نفسه بأنه لا يستطيع أن يبقى مدة طويلة من غير جنس، واعتقد ان هذا خطر عليه او انه هذا يهدد نظرته لنفسه او شخصيته، او انه يظن انه سيخسر ذكره او انه سيخسر طاقته الجنسية. فعنده صورة ذاتية انه انا لا يجب ان اكون دائم متأجج. يعني ما اعرف، يعني لا اعتقد ان حتى هو الشخص الذي يقول بهذا، يعني انا في السابق يعني الإدمان كنت كانت عندي هذه قناعات، مع أني أعلم أن قناعات خاطئة. حتى كنت شخص يعني يقول هذا الكلام، يعرف في قوات نفسه أن هذا هو شيء خاطئ، لكن هذا شيء هو متعلق بصورته الذاتية. فينبغي أن يصل إلى قناعة أنه من قال أنه أنت إذا لم تنكح يدك فإنك ستخسر ذكرك أو ستخسر يعني تأججك الجنسي. بالعكس، تجرب أن تبقى فترة بعيد عن هذه المواضيع. طبعا لا يأتي إنسان حاشي فلات لاين يقول أنه يعني أنه بسبب أني تركت العادة السرية فأنا خسرت طاقة الجنسية. لا طبعا هذا شيء صح، لكن جرب أنك تترك فترة، فستجد أن بالعكس أن طاقتك الجنسية أصبح متأججة أكثر. في السابق كانت تتأجج فقط مثلا على الجميلة، بعد ستة أشهر سنة ستجد أنها تتأجج على كل شيء. يعني لكنك أنت ستكون مرتفع، يعني أقصد أنه شنو أقصد وقت ما أنك تريد فعلا، يعني وقت طبعا لن تكون شهواني بالدرجة. يعني هم ما يقولون، ماذا يقولون هم يعني يبررون لإدمانهم، يعني يقولون العادة السرية تخفف من شدة الشهوة، فلا تجعلنا متأججي الشهوة، لأن نحن لسنا متزوجين فنقوم بتخفيف الشهوة بالعادة السرية. وبعد ذلك يقولون لا، إن تركنا العادة السرية فستختفي يعني. ونفس الكلام احنا نقوله لكن بتفصيل، يعني هم يقولون ان ممارستها
تخفف وتؤجج. طبعا هذا يمكن أكون. والتاب يكون مفاضز يقولون إنه ترك العادة يؤجج ويخفف لكن من نواحي مختلفة. مثلا يعني حينما تكون مثلا في الانتكاس أو في يعني مواظب على رؤية الإباحية وعلى كذا ستكون شهواني طوال اليوم لأن التستوستيرون يضخ 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 وعقلك مملوء بالتفكير بهذه المواضيع. أنت تلاحظ نفسك يعني حينما تشاهد إباحية وكذا تخرج يكون كل همك تريد أنك أنت تنكح واحدة أو ما إلى ذلك. حينما تتركها تنسى الموضوع، حينما تتركها فترة يعني معينة تنسى الموضوع، خصوصا تركتها أسبوع أسبوعين شهر. أما طبعا لن تذهب الشهوة، هذا الموضوع. فنقصد أن ماذا؟ نعم سيذهب الهوس، سيذهب الهوس حينما تترك ما هذا. ستبقى طاقتك الجنسية خامدة، متى ما أججتها ستتأجج. فهي كالنار تحت الرماد، ووقت ما تتأجج ستكون في أخبة استعدادها، لن يكون فيك اللي هو ضعف الانتصاب الناتج عن الإباحية، لن يكون عندك هذا الموضوع لأنك شخص طبيعي، يعني حالك حال الناس في السابق. فهذا يعني فأقصد أن الموضوع متعلق بصورة ذاتية، يجب أن تقنع نفسك بأن شيء طبيعي أنك أنت تعيش أشهر من غير جنس، سنوات من غير حتى إباحية، من غير حتى الصور، من غير حتى زنا أو زواج. يجب أن تقتنع بأن هذا شيء طبيعي وأنك أنت ممكن أن تكون هذا الشخص الذي يعيش من غير جنس إلى أن يتزوج. لأن عندما تقول لي جنس قبل الزواج فتقول لي أما عادة سرية وأنت تكرهها، وأما إباحية، أما إباحية أقصد نفسها هي، وأما زنا، وهذا طبعا أنت يعني لا تريده حقيقة. فهذا هو الحل الوحيد، فقم بترسيخ هذه القناعة.